أكبر ما يرفع بالطاعة أقواما ويدع بالمعصية آخرين. الله أكبر يثيب الصائمين ويعاقب الفاقرين. الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذلة للشيطان وأتباعه الكافرين. الله أكبر ما صامت الأمة المحمدية شهر رمضان المخبتين والمبكرين. وبادروا بالعمل وبالخير قبل الفوات. بعض الناس في رمضان يشمر في طاعة الله طيلة رمضان ويقيم الصلاة ويذكر الله تعالى كثيرا ويقرأ القرآن ويقلع عن الشر وما كان عليه، ولكن يا أمة الإسلام عندما يخرج رمضان يعود إلى ما كان عليه من الفسوق والعصيان، يطيل الجلوس في المساجد ويحضر، أي هذا المقيم أو هذا الصائم يحضر الجمعة والجماعة، فإذا كان ليلة العيد ترك الخير وأعطى نفسه من شر ما تريد رمضة رمضانية لم تعطر فيه شيء. إخوة الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى المصلى يوم العيد أول ما يبدأ بالصلاة بغير أذان ولا إقامة كما فعل الآن، ثم يقوم ويخطب ويأمر الناس بالتقوى كما الآن نقوم به. إخوتي، يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، اللهم تقبل دعانا واستجب لنا يا أرحم الرحيم. اللهم ارحم شهداء الأبرار الذين حرروا ونظروا من أجل الإسلام ومن أجل استرجاع السيادة الوطنية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا آمنين مطمئنين في هذا البلد وفي أي بلد يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم، وجد علينا إنك عدل الكريم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا.